ازيكم يا مواليد برج العذراء، يا رب تكونوا بخير. انا مريم بعمل فيديوهات عن توقعات الابراج. توقعات برج العذراء ليوم السبت 29 يناير كانون الثاني 2022. بالنسبه لك النهارده يا عذراء، اليوم ده هيكون هادي جدا من الصباح، لكن عليك انك تنتبه لان مش هيطول الهدوء ده لفتره اطول من الصباح. ممكن ان تكون فترة الظهر ضغطة جدا في للشغل المتراكم عليك واللي موجود عندك من قبل كده واللي مفروض انت تخلصه وانت لسه ما خلصتوش، فما تتبسطش كتير. اليوم هادئ في الصباح لكن في الظهر هيتراكم عليك بسبب الشغل وهيكون مجهد شوية، وفترة ما بعد الظهر هتعود الأمور ترجع هادية تاني بعد الظهر. لكن انتبه لمحيط عيلتك النهاردة علشان هيكون عندك اللي بتحدث فيه مشاكل وانتقادات وصراحات كتيرة لازعة جدا جدا بعد الظهر. خليك منتبه لمحيط عيلتك واللي بيحصل فيه. بالنسبة ليك في المساء هيكون جيد جدا، وهيكون هناك بعض من البرامج اللي هتقوم بيها وهتخصص ليها فترة المساء علشان تستفيد منها وتعمل فيها تغيير ليك اليوم. فاستغل المساء أكبر قدر ممكن من استغلاله اليوم واستمتع بيه. بالنسبة لك مهنيا يا عذراء، بيفرض عليك اليوم ده قواعد وقوانين جديدة جدا من السلوك، أو حتى أنك تتعاطى في الحياة المهنية عليك أنك تتقيد بحذافيرها علشان ما تخسرش شغلك أو حتى يحصل لك مشاكل في شغلك. لازم تكون على دارية بكل القواعد والقوانين اللي موجودة في شغلك لليوم علشان تمشي معاها بالأسلوب الصح وتعرف تتميز في شغلك أكتر وتتقدم فيه. بالنسبة ليك عاطفيا، بيتغير مصير علاقتك اليوم ده، وهتحسم قصة مهتزة. هتحصل بعض المواجهات العبرة اليوم مع شريكك، بس هتوصلوا الحل أو لنهاية للعلاقة دي أو لاستمرار للعلاقة دي بشكل مختلف عن اللي كانت عليه قبل كده، بسبب أنه في تغير كبير هيحصل في القصة النهاردة. بالنسبة لك صحيا، هتخل عن كسلك علشان تقوم باللي بيعود عليك بصحة سليمة النهاردة وحتى معافاة كبيرة. بادر لأنك تمارس الرياضة أكتر علشان ده هيفيدك أكتر من أنه يضرك، وحاول أنك تتخلى عن كسلك زي ما قلتلك علشان تعرف تخطي المرحلة دي وتعرف تحظى بصحة سليمة وجسد سليم. بالنسبة ليك يا برج العذراء، توقعات العشرية الأولى مواليد 23 أغسطس ل 3 سبتمبر. كما هو الحال معاك عادة، فإن الجدية والتنظيم هي كلمات اليوم، إلا إنك هتحتاج لكتير من القوة والإرادة علشان تنهي كل الشغل اللي تركته بينزلق عليك طوعية، لكن حان الوقت علشان تحفز نفسك وتمضي فيه قدما. توقعات العشرية التانية مواليد 4 سبتمبر ل 13 سبتمبر. هتساعدك بصيرتك العميقة اليوم علشان تاخد القرارات المناسبة، وليس هناك عودة للوراء. حان الوقت علشان تغير إجراء معين من حياتك الخاصة أو المهنية. ما تخافش من إنك تنطلق في مغامرة جديدة اليوم، خط السير ليك هيبتسم ليك في الوقت ده. العشرية التالتة مواليد 14 سبتمبر ل 22 سبتمبر. الوقت الآن مناسب علشان تثبت نفسك في الشغل، ولا يمكنك إنك تتوقف عن طريق إنك تطرح الأسئلة على نفسك. هيساعدك المقربين منك إنك تاخد القرار بتاعك، وده هيساعدك على إنك تشعر بمزيد من الثقة. استفيد من الفرصة اللي هتظهر ليك واللي هتظهر من حواليك لليوم. بالنسبة لحركة الكواكب اليوم، في وقت بدري شوية اليوم ده هتتحرك كوكب الزهرة، وهيتحول مباشرة بعد 6 أسابيع تقريبا من الحركة التراجعية خلالها، هيبقى تدريجيا خلال الأسابيع الجاية بيمضي الأمور اللي بيحكمها كوكب الزهرة بما في داء الحب والسرور والمال حتى للأمام بشكل أوضح اليوم. وثقتنا بأنفسنا والكوم هنبني فيه، وهنعبر بعنده بدفء بمودة أكتر وأكتر راحة وانفتاح أكتر، وهنكون مبشرين أكتر. وهتعود اللباقة والدبلوماسية إنها تظهر مرة تانية في شخصيتنا، ومن المرجح إنه يأتي المزيد من الوضوح لعلاقاتنا الاجتماعية وحتى علاقات الحب.
ومع ده ممكن إنه يحدث تحول اليوم، ويمكن إننا نشعر بارتباك، ومن الأفضل إننا نتحلى بالصبر علشان نقضي وقت ممتع أكتر في إننا نعالج مشاعرنا. وبينتهي القمر النهاردة من عبور القوس وبيدخل في برج الجدي صباحا. وطبعا برج الجدي مسؤول جدا ويقظ دايما وعملي جدا. وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.